احد الموظفين يسال هل قد توقف راتب محافظ البنك المركزي اليمني شهر واحد واللي يعادل راتبه راتب 1000 موظف من معلمين واطباء مهندسين؟ لكن الجواب يجي له لا ما توقفش. كيف محافظ بنك مركزي وتشي منهم يوقفوا راتبه؟ اصبح الموظف اليمني يتلقى راتبه مثل العلاج اللي ما يميتك ولا يحييك، يخليك دائما معلق بامال التعافي. انتظر الراتب كل 3 أشهر واحيانا 4 واحيانا 5 واحيانا 6، ما حدا يدري ليش. فوق هذا كله يجي راتب للاشهر المتاخره، يجي حق اخر شهر ما ينزل الراتب لو قد الموظف مديون سعر الراتب 4 أضعاف ولا 5 ولا 6. خلونا نشوف التقرير هذا ونرجع لكم. الراتب تهمة الموظف، والموظف بلا رواتب، حالته حالة مقعقع ضابح كادح. تخيلوا معي الأستاذ رجع يعمل له بسطة عشان يوفر لقمة عيشه، وموظف التحسين يشتغل داخل مطعم، والعسكري يشتغل فوق موتور. المهم لا أستاذ مستريح ولا عسكري مفتهن. إيش رأيك بظاهرة انقطاع الرواتب؟ زي ظاهرة انقطاع الماء والكهرباء، ظاهرة حلوة بدينا نتعود. ظاهرة حلوة طبعا، ظاهرة ايش بتكون يعني؟ اقول اقدر على نفسي، يلا انا خرجت شو مها ضروري اقول لك حلوة عشان اشوف الدنيا وردي وكذا. اخر مرة متى استلمت؟ اخر مرة استلمت الراتب الراتب تقريبا بالمنام. بالمنام؟ بالمنام. الراتب نحلم به حلم، ويا ليت الحلم هذا يصبح حقيقة. الرواتب لنا من شهر 6/7/2019 ما استلمناش ولا راتب، يعني معانا النصف الآخر من 2019 ما استلمنا شيء، 6 شهور. لما تكون الرواتب فيه الأمور تمشي عندنا دائما، العام كان الأمور تمام، الرواتب شهريا، السنة والله متعبة الأمور. انقطاع الرواتب سبب لكم مشكلة بالمحلات؟ أيوة نعم. كيف انقطاع الرواتب سبب اكبر مشكله في المحلات؟ من ناحيه ايش؟ من ناحيه انه ما تخش الزبائن، ما يكونش في دخل يومي، ما فيش يعني، ولذلك يسبب لنا يعني من تدهور الاقتصاد. من اهلي من كذا اضطروا انهم يروحوا شغلات ثانيه، شغلات حرفيه، عمرهم مدرس مثلا، شغل طبع مفاتيح، مطبعه مفاتيح، شغله ما وش في به. ليش؟ عشان لقمه العيش والراتب ما فيش. طيب وكيف يمشوا حالهم من غير رواتب؟ والله يرجعوا اخر مره يقولوا للخياطه ما يصلحوا قوافي ويبيعوا على الشارع، وناس منهم يبيعوا بطاط. والله شكل ازمه بالسوق، ما فيش شراء عندنا ولا باقي. يعني الحركه تقل عندكم؟ ايوه. لو في رواتب كيف بتكون الحركه؟ الحركه كويس يعني الحمد لله تكون. هذا والله معاناه وقريمه فوق القريمه، مثلا على ايجار على مرض، يعني ما حاب يصبر عليك. إذا راعي العمارة يرسل 10 مرات معك مرض، طيب تحتاج أحيانا شرب، تحتاج مأكل، تحتاج علاج، هذا ما أحد يقدر يصبر على هذا الشيء والله، إنه حرام حرام تعب. المسؤولين يصرفوا لنا الراتب وخلوا لنا إحنا حالنا، إيش ندخل حتى لا جهنم الحمراء بعد الراتب، غير راتب ما فيش، إيش نجلس ونحن فوق سواق الموتورات. المسؤولين إيش واحد يقول لهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في بهم. كنا نتأمل منهم الكثير في الوضع الراهن، بس للأسف يا أخي إيش أقول لك، كلمة خيبة اللي خرجها، بس يلا ما فيش داعي نوجه، ما نوش يفهمك ولا منو، ما مش عملوا لهم، ما حش عمل لك شيء، ما حش عمل لك حاجة. ومثل ما شفتم الناس ضابحين كادحين من غير رواتب، كيف يعملوا ما بيدهمش حاجة. وإذا قلت تخاطب المسؤولين يقول لك المشكلة بالبنك المركزي، البنك المركزي ده مسكين بينه ويوبس، يحتاج له شربة سنة ولا شربة ملح عشان يوقع به إسهال ويخرجوا الرواتب حق الناس كلهم. هيثم المقبلي، أخباز اليوم، تعز.